السلام عليكم اخوتي المغاربه، من عامل النظافه كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين لما غيروا السلوك ديالكم. راه هذا السلوك ديال الكمامات اللي تتحيدوهم تترموهم في الشارع راه تيشكل خطر على واحد السيد اللي هو عامل النظافه، وذاك عامل النظافه يقدر يعرض حياته وحياه ولاده وحياه والديه للخطر على ود الكمامات هادو. الله يرحم لكم الوالدين، تبقاو تحطوهم في الاماكن المخصصه.